يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا طلاب فقراء، فهل يجوز أن ندفع كفارة اليمين لهم كوجبة إفطار؟ نعم، إذا كانوا فقراء فلا بأس أنكم تجعلون لهم وجبة إفطار أو وجبة غداء أو وجبة عشاء، يدخل في الإطعام. الإطعام قد يكون يدفع حبا ويدفع طعاما يؤكل مطبوخ، لا بأس. نعم.